شكرا لك إبراهيم وأهلا بكم مشاهدينا. برعاية وحضور الشيخ عصام بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، احتفلت الجمعية ببطل دوري الخليج العربي فريق الشارقة خلال حفل سنوي لتكريم الرعاة والداعمين في قاعة نادي الشارقة للغولف والرماية. وتم تكريم بطل الدوري الذي خصص جزءا من دخل مباريات النادي لصالح المشاريع الخيرية. الشارقة بشكل عام تسمو فيها، نحن في جمعية الشارقة نلقي دعم كبير من جميع المؤسسات ونادي الشارقة والقائمين على الرياضة في نادي الشارقة جزء من هذه المنظومة. هذه مبادرة عفوية كانت من البداية، وها يمكن الله سبحانه وتعالى التوفيق اللي حصل عليه نادي الشارقة يمكن من النوايا الحسنة. طبعا هذا شيء مو غريب يعني على جمعية الشارقة الخيرية وكل الدوائر الحكومية اللي تدعم اليوم مدينة الشارقة، فاحنا نشكرهم طبعا على هالحفاوة والاستقبال والضيافة هذه، لأن شيء يعني يعطي ثقة وروح معنوية عالية لإدارة نادي الشارقة. في دوري أبطال آسيا يلعب في هذه اللحظات الوحدة أمام ضيف الاتحاد السعودي ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات للمنافسة القارية، ويبحث الوحدة عن الفوز أو التعادل للحفاظ على صدارة المجموعة الثانية. وفي مباراة تحصيل حاصل بالمجموعة الأولى، تعرض الوصل على أرضه لخسارة قاسية أمام ضيفه الزوراء العراقي بخمسة أهداف مقابل هدف. واختتم العين أسوأ مشاركة له بدوري أبطال آسيا بالخسارة أمام ضيف استقلال طهران الإيراني بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة. الخسارة هي الرابعة للزعيم مقابل تعادلين، يحتل المركز الأخير خلف الاستقلال الثالث. قالت تقارير إعلامية إن اتحاد جدة السعودي مهتم بالتعاقد مع لاعب الجزيرة والدولي الإماراتي علي مبخوت خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وقالت التقارير نفسها إن فريق الجزيرة لا يعارض الفكرة وأنه ينتظر عرضا رسميا من الفريق السعودي.